القرعه الخاصه بمنتخب مصر للهوكي. الحقيقه ان هي اوقعت مصر في مجموعه صعبه، يعني نقدر نقول عليها ان هي صعبه بالتصفيات العالميه المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. يمكن منتخب مصر يعني خسر من جنوب افريقيا في نهائي البطوله الافريقيه بنتيجه 2-1، يعني ده كان يمكن اتكلمنا فيه ان هو كان وسط جدل تحكيمي كبير جدا بعد الغاء هدفين لمصر لتتاهل جنوب افريقيا لاولمبياد باريس. جاءت مصر طبعا في المجموعة الأولى للتصفيات العالمية واللي بتضم بلجيكا وإسبانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وأيرلندا، وهيتأهل بقى أصحاب المنتخبات المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة لأولمبياد باريس. يعني إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الهوكي، وإن شاء الله إن احنا نقدر نكون في أول ثلاث مراكز ونتأهل لباريس 2024. يا مسهل الحال، يا رب إن شاء الله.